كما لاحظتم يعني الدورة مرت في جو هادئ وجو غني متميز وفي جو من الإجماع على كل النقاط التي تم التطرق لها. نقاط جدول الأعمال كانت تمحورت حول 10 نقاط، أهمها كلها اتفاقيات عالجت بعض المواضيع هامة، منها اتفاقية مع المكتبة الوسائطية، اتفاقية مع المجلس الجهوي للسياحة، اتفاقية مع من أجل إحداث ملعبين رياضيين. يعني كل هذه الاتفاقيات اللي كانت كلها تمشي في إطار تنمية الجهة ثقافيا، وكذلك ترويج السياحة، وكذلك يعني ما يتعلق بتقوية وإحداث ملاعب رياضية تروم يعني أنها تعود في مستوى المطلوب من أجل خلق فضاءات رياضية هامة بالنسبة للجهة. كذلك اتفاقية علوم الصحة تجي في إطار دعم جهود المجلس الجهوي من أجل يعني تكوين 25 طبيب آخر إضافة إلى 25 طبيب الماضية باش تعود 50 طبيب.